شخصيات عربية ما في اسم بتتمنى تلعبه دورت؟ إذا بيصير مثلا، بس مو هلا أكيد. يعني لختير. إذا بيصير مثلا مسلسل معين أو فيلم عن خالد تاج الله يرحمه، أي أكيد أتمنى يعني. الله يعني اسم كبير مثله، أي عربيا. بس يعني في كتير، والله كتير في شخصيات كمان ما فيك تحددي مين، يعني ما بعرف، يعني ما خطر لي ولا مرة. مين من الممثلين الكبار تشوف حالك هتكون بتشبه؟ السؤال كتير كبير، ما بعرف وين بدي. أنا بكرة أنت ما بعرف طموح، ما عم تفكر هي وين بتشوف حالك بعد 10 سنين هيك بتشبه حدا من الممثلين الكبار بتحب تتشبه؟ بحب اشبهه، بحب مو بشبه حالي، بحب اشبهه. عابد فهد باسمه الكبير طبعا، استاذ أكيد كبير، تحية يعني كبيرة له. يعني بحب صوته، نبرة صوته لما بيحكي هيك. قدران تعطيها لهي النبرة؟ يمكن فيها شوي. حدا كتير عفوي. وحتى في شخصية أخرى كمان استاذ وكبير ونجم وأنا بعشقه، استاذ باسل خياط كمان. يعني حدا ملهم، لأنه أنا ممكن أكون مثلك أدوار المركبة والصعبة مدة، يا ريت يعني. يعني بتمنى إن شاء الله هيك. بس ما بتعرفي، ممكن كمان يعني تلاقيني مثلا عم بيع عرانيس مثلا، أي شيء يعني، ما عادي يعني. ما بتفرق يعني. ما أنك متفائل بالقادم؟ لا مو ماني متفائل، بالعكس، وأنا شغوف جدا وطموح لآخر درجة يعني، وبشتغل كثير، بتعب كثير، عن جد بتعب يعني. بتعب التعب اللي ما حدا بيشوفه غيري، يعني ما حدا بيعرفه، يعني ما حدا بيعرف قديش انا عم عاني بيني وبين حالي، لحالي عم اتعب على حالي وعم اشتغل. بس بالنهايه كل شيء بالحياه تجربه يعني. ممكن انجح فيها وممكن افشل، فما بس انت اليوم اثبت شيء حالك يحبطني يعني. اثبت نفسك كممثل؟ ما بتوقع يعني، لسه كثير بكير لحد هلا يعني. هيك نيه لتجربه هي يعني، متوقع لسه لازم يكون في كثير، لانه اذا ما في كثير يعني، اذا بكون واحد سقف، وطالما الواحد سقف بيقعد على جنب. فانا لسه في كثير لاتعلمه، وفي كثير لاسال عنه، حتى اوصل لمكان اقول انا نجحت بشيء. يعني مو هيك النجاح، ما كفاك لي اكبر بكثير يعني، ما كفاك هي الاعمال اللي قدمتها سواء من زواج وغيره. مع ذلك بعتبره نجاح وشعبيه حلوه كثير. مع ذلك بعتبره نجاح ساحق. من كمان انا من ولا شيء يعني، ويعني انا اجيت على المهنه ما بعرف حدا، ما بعرف ولا حدا. جهدك الخاص وعملت هي هيك هذا الضوء الصغير يعني، فمتوقع نجاح بالنسبه لي على الصعيد الشخصي. اما هو ما هو نجاح لسه يعني، كثير بكير لاسميه نجاح. نجي